في اخ سأل دكتور بيسأل بيقول ان هو يعني تعرض مؤخرا لعدة ازمات مالية دون سبب، يعني فبيسأل بيقول ازاي الواحد يعني يعرف ما هو الذنب اللي تسبب في ان هذه الامور تحصل له، يعني مشاكل مادية دكتور او وقع في ازمات او ما الى ذلك. اولا علينا ان نفقه شيئا مهما، نعم، الحياة لا تخلو من الابتلاءات للصالح والطالح، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. يعني مش لازم يكون عاصي دكتور عشان مش شرط، لا بس الناس فاهمة غلط ان اول ما يعني تيجي له مشكلة او مرتبه يتأخر، غلطة موظف، مش عارف ايه، كل ده وارد. انا ما بقولش ان احنا ملايكة، انا بقول ان في الاساس ما يبقاش مربوط في دايما كل شيء بانه ذنب انا عملته، انما البلاء بوجه عام ياتي بالعموم. دي نقطه لازم نفهمها، الابتلاء سنه الله في هذا الكون. طيب ده واحد. اثنين، اسال نفسي لو كان للبلاء ده يعني انا اعرف لي سبب مباشر، خلاص ده هو ده، انت عملت مشكلة، قصرت في واجب، خلاص راجع نفسك. اثنين، دايما احاسب نفسي، بس ما بقاش دايما اللي ايه الحساب اللي ايه اللي هو جلد الذات، لا، نقد الذات. يعني البلاء من ميزاتك انك تراجع نفسك، طب ما لقيتش ذنب انت عامله، خلاص اثنين للمرحلة اللي بعدها، اختبار من الله لك ليزداد إيمانك أو ليكفر عنك سيئات في حق الله عز وجل. لأني أشد للناس بلاء الأنبياء، طب عملوا إيه الأنبياء؟ لأن ربنا اصطفاهم. ثم الأمثل فالأمثل، مين الأمثل اللي بعد الأنبياء؟ العلماء. العلماء ورثة الأنبياء، ورثتهم في حضرتك، الناس تبوس إيديك وتبعث لك الهدايا والعطايا، وعند ما تتشتم هو اهل العلم يتعمل فيهم كده، يا عم تتسب وتتلعن وتضرب بالبلغه كمان، انا اسف يعني. هو مش انبياء اتقتلوا؟ الم يقتل نبي الله يحيى؟ الم يقتل نبي الله زكريا؟ الم يرمى في النار ابراهيم على جميع الصلاه والسلام؟ انبياء، هو اهل الطائف اللي هم أراذل خلق الله، أغربي صبيان، ألم يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألم يخب المنافقون في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيدنا عائشة حديث الإف؟ سعادتك بقى جاي عايز تبقى ورثة الأنبياء في إيه؟ تقعد لي كده تروح مع الوصل العمة وقاعد وبالصلاة بسم الله الرحمن الرحيم، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، وقاعد والعلم، فالناس تقول لك الله يفتح عليك يا مولانا، هات إيدك نبص أحمد يديك الاثنين وقت راسك، وكل واحد معاه صرة يحطها في حجرك وينسى، ده مش العلم يا عم. ماشي، إذا فعل ذلك في الدنيا عن طيب نفس من الناس وعن عدم استشراف منك، خلاص. إنما ده مع إنك لا تشتغل، لا طبعا، مش معناه بنقول يا جماعة إن حلال الشتيمة في المشايخ، لا، إن الحياة لن تخلو من السفهاء والأراذل اللي هيشتموك ويهنوك ويخوضوا في عرضك. طب النهارده العالم اللي هو بيخاط في عرضه ده عمل ايه؟ ما هو عملش ذنب. انما ايه؟ ربنا بيصطفيه، يعني يرتقي بدرجته. وسعادتك براحتك، يا تصبر يا ما تصبرش، تصبر ليك الاجر. لم تصبر خلاص حرمت الاجر. فالابتلاء احيانا يكون ليس عن ذنب، انما عن يعني منحه من الله عز وجل، انك انت ترتقي به درجات. والا ما احنا بنشوف علماء في السجون ومبهدلين وحالتهم حاله، يعني ايه اللي عملوه؟ قالوا ربنا الله، قالوا قولك الحق، قول الحق له ضريبه. ولذلك ربنا قال ايه في سوره العصر؟ الذين تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. بس لا، أصل عمل الصالحات في حد ذاته سهل، إنما محتاج لإيه؟ تواصل بالحق وتواصل بالصبر.
ان التواصي بالحق محتاج صبر، عمل الصالحات محتاج صبر. صبر على مين؟ صبر على النفس اللي تقول لك اوعى يا عم تعمل لي يا عم، ما في الاخر كلها ايه؟ ربك رب قلوب وان الله غفور رحيم، خلاص يعني عليك بايه؟ بدل ما عايز الفردوس الخلد زي الفل، رضا قوي يعني عشمان في ايه؟ النفس البشريه تجي لك كده، الهوى، الشيطان، اصدقاء السوء، وده عمل صالح هتعمله لوحدك قاعد عندك 100 حاجه جواه، كفايه عليك هوى النفس لوحدك، ده كفايه لوحده قوي، نفسك الاماره بالسوء كفايه تقدر عليها بس. طيب تواصل بالحق محتاج صبر، ده انا بواصل الحق وبيزعل طبعا، هو بيزعل حد اللي الحق، انت متخيل ان الباطل بيزعل مين اللي زي حالاتك اللي حابين الحق؟ انما تلاقي ناس بتتسجن، تسجن ليه؟ عملت باطل؟ لا انت عملت كل الحق، رافض الباطل. طب لما رفضتش الباطل وايدته الباطل ياخدك بالحكم، ما اكثر اهل الباطل، حق مر ويحتاج الى صبر. فمساله ان يا اخواننا كل بلاء ان احنا نظن ان البلاء ده معناه لا، لازم تمر على المراحل دي. فاذا وجدت نفسك في مرحله من المراحل يعني البلاء له عد، البلاء ده جاني عشان انا ظلمت حد، رد الحقوق، الصبر في حق الله. طب ما فيش ولا ده، يبقى ابتلاء من الله، اصبر عليه وادفعه بطاعه الله.